كيفاش بديت الاهتمام بالرياضة تاعك؟ أنا كنت نلعب كرة القدم كما أصحابي كامل، بصح الأب تاعي وجهني كما يقول لك فورسي لألعاب القوى، اختيارت الأب خرج عليا ودوك كما يقول لك راهي ألعاب القوى تمشي في الدم. أنا بديتها يعني وأنا صغير، الحمد لله الشيب تاعي هو يعني الشيباني هو اللي وقف معايا، والحمد لله هذه الميدالية أنا هديها له باسكو هو اللي وقف معايا وصار معايا، الحمد لله يا ربي. وحققت له الحلم تاعو، يعني هذا هو هذا الحلم اللي كان يستنى فيه. كانت البدايه صعيبه بزاف عليها، بكيت وعليها الاخر. كيفاش كان التحضير لالعاب البحر المتوسط؟ كنا خايفين بزاف، والتحضيرات كانت ناقصه شويه، يعني بكل صراحه كانت ناقصه بزاف. عطاونا ستاج واحد ومش كافي، كومباطينا وديما يعني باش نفرحوا الشعب الجزائري ونرفعوا الرايه الوطنيه. يعني كي دخلت للتيرا ما نعرف يعني من لا عانيت ولا مانيش عانيت، كاين بزاف دي شامبيون في الجزائر، ماشي غير واحد وماشي غير زوج. كيفاش لقيت الاجواء في وهران؟ حنا كنا نستناو فيها بلي راح تكون منافسه كبيره في وهران، لكن ليس بهذا الحجم. والله فريمون كومبيتيسيون فريمون بزاف بزاف، الله يبارك. ما كنت سقسي الرياضيين الاجنبيين راح يقول لك نفس الشيء، لاني انا عملت اولمبياد، عملت بطولات عالم. الاجواء كانت في وهران يعني رائعه الحمد لله، مع الصطاد وبيبليك وكل شيء. فرحنا الشعب الجزائري. فخور جدا بوطني وفخور جدا بالشريف الوطن هذا العزيز، وبارك الله فيكم.